عاجل. قيادات حوثية تعلن خروج الوضع عن السيطرة بصنعاء، وقضايا خطيرة تكشف لأول مرة. لنشاهد التفاصيل. كشفت قيادات حوثية متعددة في صنعاء خلال اليومين الماضيين عن نهب منظم وواسع للمنازل في صنعاء من قبل قيادات حوثية ضد خصومهم بما فيهم عناصر الجماعة الأضعف. وقال القيادي البرلماني أحمد سيف حاشد أن بعض أسر عناصر الجماعة المقاتلين في مأرب تتعرض للاغتصاب والاقتحام. وأشار عضو اللجنة الثورية العليا الحوثية إلى حملة سيطرة واسعة على المنازل، موضحا أن الذين يصمتون عن مصادرة بيوت الناس وإخراج أهلها من داخلها سيأتي يوم يصادرون فيه بيوتكم، والمسألة مسألة وقت والأيام بيننا. وأضاف أن الأمر خرج عن السيطرة وكل واحد يوشي بالآخر، فيما أكد القيادي عباس المتوكل حدوث عمليات اغتصاب بالقوة بالمنازل بما فيها منازل حوثيين. وقال في تغريدة على تويتر: نعم للأسف، طه المعمري جاري وطيب من تعز سجن وعذب في الأمن القومي بتهمة مساعدته الحوثيين في الحرب السادسة، وتتشابه عمليات الاقتحام والسيطرة على المنازل بما حدث في سوريا من عملية نهب واسعة لمنازل السكن بهدف تغيير الديموغرافية وإحلال العناصر الموالية لإيران بدلا من سكانها الأصليين. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.